انا يعني الحمد لله رب العالمين، الله سلمنا. وليش احنا قعدنا 3 ايام في السكنه ما مش قادرين نطلع حس، قاعدين يعني مش حابسين حالنا، لا الباقي الشباك يعني مش قادرين نفتحه لان الوضع كان خطير جدا. احنا كنا باشكل النشطين والحمد لله رب العالمين، يعني الله اللي سطرها معانا، يعني في عجوبه نجينا الحمد لله رب العالمين، الله سهلها علينا الحمد لله. تكسير أسنان، في إصابات حاولنا حصرها والعمل على معالجتها. اليوم في ناس معهاش أوراق ثبوتية، صادروا هوياتهم، تليفوناتهم، فالعمل كان في الليل يعني في هذا المركز. خلينا نسميه مش يعني كمركز ترحيل، راح يكون اليوم لتوزيع أبناء شعبنا بما يليق فيهم، ولكن بالبداية كان في هناك أساسيات بتقديم الإسعافات الأولية، العلاجات. وهنا استقبلونا أهل الخير والناس طيبين وما قصروش معنا. أهل ترخوميا فتحوا لنا بيوتهم، فتحوا لنا محلاتهم، فتحوا لنا كل شيء. وللأمانة يعني أنا بشكر أهل ترخوميا، شباب ورجال ونساء جميعهم ما قصروا معنا واحتضنونا، حتى الآن محتضنيننا.